التالي توم وجيري على كارتون نتورك بالعربية. الكون لا يتسع إلا لواحد منهما. الحلقات الجديدة من بن 10 أومنيفيرس الجمعة في 6 مساء على كارتون نتورك بالعربية. التالي فتيات القوة على كارتون نتورك بالعربية. كارتون نتورك بالعربية سوف تنتقل من موقعها الحالي على عرب سات، ولكن لا داعي للقلق، جميع أبطال القناة سيكونون معكم على التردد الجديد وأنتم مدعوون للانضمام إليهم. لا تفوتوا لحظة واحدة من برامجكم المفضلة. إليكم التردد الجديد على عرب سات. تأكدوا من إعادة ضبط جهاز الاستقبال قبل 6 يناير 2014. أما بالنسبة لتردد القناة على ناير سات فلن يكون هناك تغيير. توجهوا إلى cartoonnetworkarabic.com tune in للمزيد من المعلومات وكيفية إعادة الضبط لمشاهدة قناتكم المفضلة. البحث عن الكايرو يحتاج إلى شجاعة قصوى. فريق ستاكس عليه أن يبقى قوياً لإنقاذ الأرض ضد الشر وضد أي تحدي. الحلقات الجديدة من راديكاي تحدي الكايرو الجمعة في 5:30 مساء على كارتون نتورك بالعربية. سكر